مساء الخيرات واهلا وسهلا فيكم في الحلقه الاخيره من الموسم الاول من برنامجكم نور شو. ضيفي اليوم رجل اعمال حاصل على عده براءات اختراع، ناشط في العمل المجتمعي والسياسي، كاتب قصص قصيره جدا، بالاضافه الى انه مؤسس وعضو مجلس اداره في عده جمعيات خيريه وسياسيه. رحبوا معي بضيفنا الاستاذ محمود عادل باتنشكي. اهلا وسهلا فيك استاذ محمود في برنامج نور شو. اهلا وسهلا وشكرا لاستضافتكم الكريمه اللي اسعدتونا فيها. استاذ محمود، قبل ما نبلش الحلقه راح نشوف بعض اعمال من اعمالك بالتقرير التالي ونرجع ان شاء الله نكمل الحلقه. ماشي. أستاذ محمود عادل باتنشكي، من هو باختصار؟ بكلمتين، محمود عادل باتنشكي عاشق حلب. أستاذ محمود، رح نحكي عن بعض النشاطات اللي كنت بتعملها في مدينة حلب. سعيت لدخول كتاب جينيس الأرقام القياسية بصنع أول قالب جاتو في العالم على شكل سيارة يكفي لأكثر من 8000 شخص. نعم طبعا، أنا مهنتي هي بالتقديم ما قدمتها هي مهنة الحلويات الغربية. فمن ضمنها كان في أكثر شيء تميزنا فيه بمهنتنا هي تشكيل. عملنا قلعة حلب، عملنا مجسمات لمعالم تاريخية عالمية موجودة، لكن المعلم الأهم هو كان قالب جاتو على شكل سيارة. وهي كمان فكرة لمعت من خلال مهرجان أيام خان الحرير اللي كان كتير لي بصمات فيه، واقترحت فكرة الأرقام القياسية فيه من خلال سيارة، وكان في أكبر سيخ كباب يعني قصص كثيرة، لكن هذا نفذته بإيدي. هذا الجاتو حاولنا ندخل فيه جينيس بالتعاون مع الشركة المنظمة ومع الاتحاد الأوروبي من خلال مركز الأعمال السوري الأوروبي، لكن لسوء الحظ ما اكتمل التسجيل. فأنا فكرت أني هو متابع من قبل المركز وللأسف ما سجل. لبعده بخمس سنوات
يعني احنا عملنا الآلة ب 2002. ب 2007 في شركة سيارات عملت آلة جاتو على شكل سيارات. شركة السيارات عملتها على فكرة احدى شركات السيارات المشهورة يعني عالميا. فكانت تجربة احتشد إلى 50,000 شخص، وكان العمل كتير دقيق. عملناه في حلب بشهر آب، لكن كان غرفة زجاجية، كان مكيفات، كان برادات لحفظ الجاتو، وكان الزمن محسوب بعناية شديدة. تماما. وانتهت باستعراض حافل، يعني طبعا مو بس صنع الجاتو وتوزيعه، ضمن استعراض فني يعني. أستاذ محمود، أنت كنت أول من أسس شركة معارض في حلب. نعم. تحكي لنا كمان على هالموضوع. طبعا هي الشركة كان اسمها عين المعارض، هي رقم واحد في حلب. عملنا معرض اسمه معرض المنتجين المتميزين في حلب، عملناه بخان الشوني. هي طبعا الفكرة ما كانت موجودة قبل، ما كان في شيء اسمه معارض في حلب، صح؟ ما أول شركة للمعارض عملناها في بدمشق، كان أكثر شركات المعارض كانت بدمشق، في حلب كنا أول شركة. فعملناه بخان الشوني، اضطرينا في كثير من الأوقات لنجاحه الشديد، لأني صار له إعلان ضخم كبير، وعملنا فعاليات على هامشو، فعاليات كتير كبيرة. اضطرينا نغلق باب المعرض لساعات، يعني لوقت ما يخلصوا الناس يطلع فوج يدخل فوج آخر، ل يعني حتى مشي المعرض خلال أيامه الخمسة اللي كانت استمر فيها. ما شاء الله. ظهورك الملحوظ في الإعلام العربي والسوري في عدة مناسبات، شو الهدف منه كان؟ عن شو كنتوا؟ هي نشاطات، يعني دائما نحن يعني مهنتنا الحلويات، لكن ما كانت حلويات فقط، يعني كانت كثير مناسبات، حتى ابتدعنا بعض المناسبات يعني اللي هي استمرت واللي اخذت حتى صدى عربي واكثر من عربي. يعني احدى المناسبات اللي عملناها، انا في لي قصه او ذكرى حزينه باستشهاد والدي في سنه 80، الله يرحمه تعيش. فأنا بسنة 96 كنت عم بقلب الأرشيف صوره، لقيت على أحدى الصور وهو ماسكني وأخذني لأحدى الحدائق، فكتب لي رسالة بقلم الرصاص. هو كان عمره 21، أنا كنت 3 سنوات. ما شاء الله. فبيقول لي أنا اخترتك صديقي الوحيد في هالدنيا القاسية، ورسالة طويلة، لكن أني أثبت لي أنك أنت خير صديق اللي اخترته. مكتوب في الصورة؟ مكتوبة في الصورة، طبعا ممكن تشوفوها يعني أو ممكن تنعرض. هي حركت فيني مشاعر، وكأنها رسالة من العالم الآخر. عملت يوم للأب بتاريخ استشهاد والدي اللي هو بـ8 آب، 8/8 8/8 عيد الأب. طبعا الفكرة عملته حتى برعاية النظام هنيك، يعني أخذ موافقات أمنية، وحتى يعني تغطي القنوات الفضائية السورية والقناة الأرضية والإذاعات، حتى قنوات الجزيرة، أبو ظبي، الام بي سي، كثير قنوات غطوه. أنه جنابك أول من أسس عيد الأب، عيد الأب في سوريا. في سوريا، في سوريا يوم الأب. وتفاجأت أني حدا جايب لي رزنامة من قبرص مكتوب عليها يوم الأب العربي 8 آب. سميته يوم الأب العربي. طبعا هذا الحكي يعني ما بقى يسر، في يوم من الايام اعلنته انا حتى من داخل سوريا، وقلت، وانا حتى استدعوني فرق امن، ان انت عملت يوم اب مشان والدك بهالتاريخ. قلت لهم طيب عندكم مانع اني انا احتفل بهالتاريخ بعيد والدي؟ لاني ما فيهم هن يعترفوا اني هن اللي تسببوا بمقتله. وكان معي نهارة طلب لترخيص لمناسبته، فقدمت لهم ترخيص ووافقوا لي عليه. بعلمهم صارت يعني تماما. تماما وثبتوا. هي اعتبرتها نوع من المقاومة السلمية. هلا صار دائم لوقت ما، يعني نحن من سنة 96 لل 2010 كل سنة كان يقوم قيم عيد الأب. فقط سنة 2000 وقت اللي مات حافظ أسد، طبعا توقفت كل شيء احتفالات، وصادفت في وقته هي السنه الوحيده اللي وقف فيها، ولا استمرت فعالياته كثير. لكن هو عيد الاب كان اب لانشاء جمعيه او دخولي في حيز الجمعيات الخيريه والتنمويه في حلب. تمام. من خلاله تحكي لنا شوي بعد اذنك عن النشاطات
الاجتماعية اللي هي الجمعية؟ يعني كيف الجمعيات دخلت لها؟ كمان من خلال عيد الأب اللي ثابرت عليه حوالي 6 سنين بعمله لوحدي. يعني أنا وأخوتي ضمن طاقات معينة نعمل معارض للهدايا الرجالية، نعمل بعض الأشياء اللي نقدر عليها. فاتصل معي أخ من الأخوة المسيحيين وصديق بعدها صار عزيز جدا هو وأصدقائه، قال أنا متابع العمل وريد نساعدك في عيد الأب. فصار تشكلنا حوالي 6-7 أشخاص وسعنا فعاليات عيد الأب لنعمل زيارات لدور الأيتام، لنعمل زيارات لدور المسنين، لكثير أشياء صرنا الفعاليات كبرت. تمام. فنحن خلال اجتماعاتنا مثلا نجي لوقت ما يبدأ الاجتماع عم نحضر، حدا يقول اني شفت اليوم مظاهر، حدا عم يكب وسخ من السيارة، حدا عم يكسر إشارة، حسب. فأنا ليش نحن ما نأسس جمعية على هالأساس؟ منا انطلقت جمعية من أجل حلب اللي هي غرضها بيئي تنموي، اللي هي توعية الناس يعني النهوض بحلب على قدر استطاعتنا. وقدرنا نترك بصمة، ولحد الآن جمعية من أجل حلب هي من الجمعيات الرائدة اللي إلها كثير اسم، ما زالت موجودة. طبعا صارت في يعني أنا تركت بال 2011 وقت اللي طلعت يعني. أستاذ محمود، في من أوائل المشاكل اللي حصلت في سوريا بداية الثورة وجهت نداء لبشار الأسد، أنت ومجموعة من الناس، تحكي لنا عن هالنداء. لا هو قبل أنا نشاطي بالقصة القصيرة جدا كمان كنت متميز فيه، وعدة منتديات ثقافية وقصصية يعني كنت مشرف عليها. لكن وقت اللي قامت الشرارة في تونس فكنت من السباقين لأني أكتب بقصص قصيرة عن حرية الشعوب تونس ومصر بسقف عالي، لكن القصة هي مكان لل يعني واحد التأويل ويختبئ خلف الكلمات وخلف العبارات والجمل. فصار لي متابعين كتار يعني بهالفترة. وقت قامت الثورة في سوريا السقف عليته أكتر وصارت اللغة أكتر مباشرة في القضية. هلأ نحن وقت اللي قامت الثورة ب 15/3/2011 في 12/4/2011 يعني بعد أقل من شهر قمنا بأول حراك سياسي على مستوى القطر، 28 مثقف من حلب من كافة الأطياف، فيهم المسيحي والإسلامي يعني اتجاهه إسلامي مو بس مسلم، فيه اليساري، فيه القومي، فيه الكردي، كل الأرمني من كل الطوائف، ما شاء الله 28 شخصية. هي تتميز فيها أنه وقعنا بيان على المطالبة بإلغاء المادة الثامنة وإخراج المعتقلين والاستجابة اللي بطالب الناس، كان في 8 مطالب ووجهناها لبشار الأسد في هذاك الوقت. طبعا التجارب السابقة اللي حصلت في كل النداءات من أعلان دمشق وغيرها كان اللي وقعوا هن يكونوا ثاني يوم في زوار الفجر عم بيجوا عليهم. فنحن ثاني يوم اجتمعنا يعني كانت ما هي مصادفة ان كلياتنا ما كنا نايمين هذاك النهار عم نستنى حدا يدق علينا الباب. اوكي. قلنا الخوف الرعب اللي نعم قلنا احسن من هيك، خلينا نحن ندق الباب مباشرة، نحن نروح ندق الباب. فتوجهنا لمحافظ حلب هذاك الوقت احمد منصور اسمه، وقلنا له هي مطالبنا نحن كمثقفين من حلب. قال بتحبوا قال نداء من حلب لأجل الوطن، لأجل اسمه. الوطن نداء من حلب لأجل الوطن. فقال بتريدوا ننسق لكم موعد مع الرئيس؟ قلنا له ما في داعي، نحن كل مطالبنا معروفة وما في داعي، ما لنا يعني نفس كثير اني اشوفه. طبعا هذا النداء تبعه 3 نداءات يعني ثانية، كل مرة نعلي السقف أكثر لأني النظام ما اكتفى ب يعني بقمع المظاهرات حتى ولا سلمية ولا ما جاوب السلمية بالسلمية. يعني مثلا حتى الغاز المسيل للدموع مرة استخدمه لأن كان في مبعوث أممي جاي على الجامعة، مرة واحدة اللي استخدمه. تماما. والرصاص المطاطي قالوا أني معنا لكن طلع عندهم، لكن أنا حضرت كتير
يعني مظاهرات كان التصويب الحي مباشر يعني الناس نعم. بالرصاص الحي. فهذا قصة النداء من حلب لأجل الوطن. وكنا متمنى يعني طبعا نحن كانت عندنا كتير خطوات تالية لأني نخلي الأمور سلمية. كان عندنا مبادرات لريف حلب اللي انطلق منه بعض الأعمال المسلحة أني نروح ونوعيهم أو نقول لهم لا تلجأوا للسلاح لأني هذا مطب خطير ممكن ما نجري النظام فيه. النظام يجرجر طبعا الناس للتسليح. طبعا هو حط السلاح في بين إيدين الناس لكن ما استجابوا مع الأسف. يعني هنا بيعتبروا الشجاعة أني أنتوا يعني أهل اليقات البيضاء يعني يسمونا وخلونا نحن بشغلنا وأنتوا خليكم بشغلكم عجلة. مع الأسف تسلحت الثورة طبعاً أخذت هالمنحة. من بعدها كمان نحن كمجموعة من نداء من حلب قمنا بعمل مجتمعي اللي هو يعني كانت فكرة مبادرة بلد أطلقناها. أي مبادرة بلد بعد مبادرة بلد بعد النداء بسبعة شهر السابع 2012 كان في جهات من حلب صارت فيها يعني محررة مناطق محررة وفي مناطق للنظام. فالخدمات ما بقت متوفرة بهالمناطق. في خدمات متوفرة هنيك بين متوفرة هون. أيوة. فنحن ردنا ننسق الخدمات لكل أهل حلب من خلال التواصل مع الجهتين وبعلم يعني المخابرات. لكن مع الأسف المحافظ يعني نحن مو المخابرات يعني نحن تواصلنا مع المحافظ على بذلك الوقت. فنروح لعنده نقول له أنت بتضمننا أني الأمن ما يوقفنا؟ قال أنا ما بضمن لكم بس أنا ومحافظ. علي أني أنت هو محافظ طبعا بلأسف. يحكي معنا بغرفة بعيدة عن يعني أجهزة الاتصالات وهذا لأني يقول بعمل جهدي أنا لكن أنتوا يعني عم تعملوا عمل هذا وطني بكل معنى الكلمة واللي بده يوقفكم ما عنده جنس الوطنية. فقدرنا نأمن وقود للحلب اللي هي في تحت النظام وقدرنا نأمن كهرباء ومي وخدمات للمناطق المحررة من حلب. هذا كان دورنا. إضافة لكان عندنا دور للسلم الأهلي تمام. يعني طلعنا لنبل والزهراء وحاولنا كان في مختطفين أو ونبل والزهراء يعني هي منطقتين صغيرات في منطقتين حلب طبعا شيعية. نعم نعم. فهنن يعني محاصرين من كل أطرافهم وحاولنا نهدئ النفوس ولكن مع الأسف يعني هن كان عندهم مختطفين على أساس سلمون للطرف الآخر الكل طلع عندهم واحد من مسلمينه رايحين يأخذينه على الأمن العسكري أثناء الطريق حاول يحرر نفسه ونزل على الطريق وكشف. فكان في يعني خيانة للاتفاقات اللي عملوها. يعني الحقيقة حاولنا نحن هذا الجهد اللي بنقدر عليه لا عندنا أي سلطة ولا سيطرة. وتابعنا عملنا اللي هو المقاومة السلمية يعني بكل الأحوال نعم. وتوعية الناس يعني هذا غرضنا وهدفنا. في عنا معنا كتاب كتير حاولنا من خلال كتاباتنا أن نوعي الناس لضرورة عدم الانجرار ونوعي الطبقة اللي واقفة مع القاتل أني أنت يعني واقف المنطقة الغلط لازم توقف مع شعبك نبين الحقيقة طبعا للعالم. الحق هذا طبعا الحق ما بنتخبى يعني يعني هذا كان دون الحقيقة. لكن يعني مزمار الحي لا يطرب أو عندما يعني تغلي الرؤوس تغشى الأبصار يعني مع الأسف. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد. بنرحب بالسيد محمود عادل باتنشكي مرة تانية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. تحكي لنا عن النشاطات والأعمال الأدبية قبل ما نحكي عن الفنية. نعم. الحقيقة مثل ما قلت لك يعني أنا يعني انعرفت بموضوع القصة القصيرة جدا اللي كانت أخذة مناحي اجتماعية عامة يعني حياتية لكن بعد الثورات أخذت منحى سياسي أكثر. اتبعت اسلوب المباشره اللي هي برقيات هي تذهب الى الهدف مباشره السهم تصل الهدف صائبه تماما. فكانت جمعت من خلال دعينا لمؤتمر الحوار عودا على السياسه في 15/9/2011 مؤتمر وطني للحوار سموه طبعا معارضين هلا سموه هيك يعني اني معارضين. نحن عمليا كنا 8 معارضين ووعدنا ان يتم البث مباشر على الهواء. وفي 280 شخصية هن كلهم من طرف النظام.
كانت للمصادفة أو طبعا ما هي مصادفة إني وقت كلماتنا تنقطع وتطلع أغاني فيروز أو يطالعوا يعني في القنوات السورية أثناء القنوات السورية أثناء المؤتمر ما يطالعوا كلماتنا. فكانت كلمة يعني مشاركتي كانت قوية نوعا ما. ونعرفت فيما بعد في البرقيات كمان في كتاب تاني هو البرقيات تحت التحضير للطباعة. هلا كتبك تقريبا كلها جاهزة تحت الطباعة إن شاء الله. إن شاء الله. في القريب العاجل. طيب تحكي لنا عن مهرجان القطن أيام خان الحرير حلب. طبعا هو من عشق حلب أنا مثل ما قلت لك يعني كان الأفكار لأيام خان الحرير هي نشأت فكرة لأني نعمل مهرجان بحجم مهرجان دبي. طبعا دعانا المحافظ حلب أني مهرجان القطن نسوي مهرجان ضخم جدا. فقلنا له قديش الموازنة؟ حكينا رقم معين. اكتشفنا في أول لقاء نحن ثلاث جهات خاصة دعونا أني هذا بيروح يعني جوائز حقل وما بعرف يعني أشياء كثيرة طبعا في منا بتروح تحت الطاولة مبالغ كبيرة. فقال موازنتكم بسيطة. قلنا له معناتها خلاص. نحن طلعنا أن نساوي المهرجان بشكل خاص. سوينا اتفاق مع اليمان للمعارض أني نعمل أيام خان الحرير سمينا طريق حرير لكن تماماً. بعدها سمينا أيام خان الحرير حكاية بلد وحطينا أفكار كثيرة وسوينا استعراض كان هو من خلال يعني الخيال اللي بنسرح فيه كلياتنا وقت نعدي قدام القلعه يعني كيف الناس كانت عايشه كيف بنتها والناس اللي مرت والشعوب اللي مرت على حلب والغزوات اللي صارت في هالاثناء رفعتوا علم الثوره السوريه طبعا هي نحن كتبت هذا الحكي قبل بال2002 فكتبت سيناريو لتاريخ حلب من العصر الحجري لغاية الثورة الاستقلال واللي هي أيام خان الحرير مشان نعمل ربط بالاسم طبعا مرينا بكل شيء من ضمنها رفع علم الثورة يعني كان كل المسؤولين موجودين هو علم الاستقلال السوري وتحت النشيد السوري هلأ هذا الكلام كلفوني بكمان إدارة مهرجانات القطن التالي اللي كانت تصير بطريقة كتير روتينية وبس يعني الفرقة العسكرية وتعدي من قدامها الأرتال أو السيارات المزينة أنا عملت لها قصص لكل سيارة عملت لها غنية لكل سيارة مرافقة كرنفالية أول مهرجان كان حسب تصميم كل سيارة الإضافة للمعلومات أنه أستاذ محمود كمان مؤلف أغاني نعم وأناشيد يعني على الحاجة نعم فعملنا كيف ما كانت مصممة مثلا الحوت سميناها جزيرة حوت أول مهرجان كان أساطير وحكاية الثاني عملناه مخصص ل يعني كل العربات صممت بناء على سيناريو حطيته والتزموا فيه مهندسي ديكور وكل الشركات المؤسسات الحكومية المشاركة طبعا لأول مرة أنا كان عندي شروط بهذاك الوقت أني كان مثلا عربي تاريخية بشيلوا عليها صورة بشار الأسد ما بعرف أي شيء بدي حطوا صورة بشار قلت له هذا ما بصير لأني مو معقول أنت عم تحكي على يعني قبل أنكيدو قلقامش وتحط صورة بشار الأسد يعني ما ف وافقوا على كلامي يعني طبعا الطاقية. كانوا مثلا يطالعوا بدهم يطالعوا الفلاحين بطريقه ما يجي بيجيبوا حي الله هذا لاني اكتشفت فيما بعد اني بياخذوا عليهم فلوس انا ما سمعت بهالقصة فقلت لهم الناس اللي تجي تطلع في موكب الفلاحين لازم يجي بلبس نظيف ومكوي وهذا ما يجي بطريقه ياخذ الشكل الهيكل الرسمي يعني طبعا. هو اللي يحترم فيه العامل والفلاح والهذا دول أهلنا وعلى رأسنا وفوق أكيد. فكانوا اللي هن بيدعوا أن هن هدول ثورة عمال وفلاحين كانوا بيشوهون أنا لا طلعتهم بالمظهر الصح ضمن موسيقى وغنية لكل كمان كوكبة معدية يعني هاي كانت تجربة من خلال التعريف اللي بدينا فيه أن هي عاشق حلب تحكي لنا عن الاختراعات وبراءات الاختراعات اللي حصلت عليها طبعا هي الاختراعات بالمصادفة يعني لا يعني إذا بدك من خلال عملي المهني أو أي مناسبة كنا نبتدع فيه نسميه بين قوسين يعني إبداع ما
فمره شفت حدا بيشرب ارجيله اني بحيط الثلج بالمي تبعت الارجيله انا ما بدخن يعني على فكره فليش قال بتكون ابرد واخف سويت ارجيله مثلجه وطورتها ل يعني صارت بطريقه سطل من الثلج وبعدها سويته حاويه فيه انتي فريز مهم طورتها كثير عملت منتجات يعني كوني اعمل في الاطعام طبعا انا خريج اقتصاد يعني ما دخيل على بعض المهن لكن هي الهوايه اذا بدك تسميها الاختراعات الاهم اللي هي ما تسجلت واللي هي فيما بعد نفذت لكن برات سوريا مع الاسف رفضوا لي اياهم لاني كان في يعني نقولها بكل الم اني الاختراع لازم تدفع عليه حتى يحموا لك اياه فبسهوله بقول لك هذا مرفوض هذا مع اني انا بحثت عن الانترنت كل اودعت حوالي 28 اختراع كايداع اعطوني ثلاث براءات منهم منها منتج لرب البندوره ومنها ساعه اسلاميه ويعني الاختراع قلت لك الاهم هو نظاره لعدم نوم السائقين تنبيه السائقين اذا غمض عينه اجزاء من الثانيه فالسياره بتزمر وتوقف فرامل وجربته وكان يعني ناجح وهذا ما تثبت وكثير قصص يعني الطفل الصغير اذا ارتفعت معه الحراره اذا الرجال الكبير يعني مريض في اجهزه للقياس كلها طلعت فيما بعد في اليابان وغيرها بعد 10 سنين من ايداعي وعندي ارقام الايداع والبراءات يعني الدفاع عن براءات الاختراع اللي حيطه واوداته محمود يعني الله انت طالما ما في وراء غير الله سبحانه وتعالى نعم. يعني اذا ما واحد كان عنده دعم من وزير ما والله هو يعني انا كان عندي نوع من العناد يعني اني انا بدي اخذ الشغله من تعبك من جهدك بعقلي ما بدي اخذها بفلوسي تماما يعني انا اذا اخذتها بالفلوس مثل واحد عم يشتري شهاده بالمصاري تماما فلا انا بدي اياها اخذها باستحقاق ومع الاسف هي البيئه اللي بسوريا طارده للعقول للاسف وكثير ناس انا بعرف كمان من اصدقائي انا كنت بجمعيه المخترعين في سوريا فاشوفهم يهاجوا وبرا يحققوا نجاحات وفي منهم ياخذين جوائز عالميه هن كانوا محاربين في الداخل تماما لاني لازم يكون رئيس الجمعيه لازم يكون تبع للنظام لازم اللجنه بتدرس اختراعات محاصصه بكثير من الاشياء مع الاسف للاسف نعم. هي الدوله اللي قمنا بالثوره ضدها وبالاخير بيعطوك يعني براءات بيعطوها لبعض الاشياء مثل سقابه الكوسه ما بعرف يعني قطعه بلاستيك صغيره او بالاخير يعني بتركوا الشغلات اللي عليها القيمه طبعا هي اللي بتعطي اسم وسمعه وممكن العالم كله يهتم فيها وبيروحوا لاشياء هلا نحاول ان شاء الله في عندنا محاوله لتسجيل بعض البراءات بالنمسا نامل من الله ان شاء الله ميسر ان شاء الله ان يسجلون هون ما اعتقد اني هون بيقدروا هيك اشياء اكيد أشكال. اكيد طبعا اكيد هي الدوله بتحترم الاختراعات بتحترم الشخص بتعطيك حريتك انت كبني ادم انت بتعيش لانه انت انسان نعم يعني مو مثل عنا نعم ياسر طيب استاذ محمود شو بتحكي لنا في نهايه الحلقه شو بتوجه كلام اللي بوجهه نحن كلياتنا غادرنا سوريا بس ما غادرتنا تماما طبعا ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت نتشكرك كثير أستاذ محمود على ما قدمته وأتحفنا بمعلومات يعني هي ممكن الناس تعرفها لكن عم تتجاهلها لذلك رح نفاجئ الجمهور بموسم جديد إن شاء الله بشغلات جديدة رح تفاجئ الجميع استنونا في الموسم الثاني من برنامجكم نور شو وأنا مني سلام عليكم يسعد مساكم أعزائي المشاهدين اليوم رح نعمل تجربة ديمقراطية هي مع الأسف ما حسننا نعملها غير على التلفزيون حاليا وأخذنا الكرسي من أخونا نور قلبي عم بيحترق فرح نسأله لنور شو هو الجديد بالموسم الجديد اللي راح تقوموا فيه بالموسم الثاني ان شاء الله في مفاجآت كثير كبيره راح نحكي سياسه لاني الموسم الاول كان شوي صعب لما تاقلمنا على السياسه اليوم اكلها
ما هو هي استفتاحية الموسم الثاني إن شاء الله. رح يكون في مفاجآت، رح يكون في سكتشات، رح يكون في شغلات حلوة إن شاء الله، إن شاء الله ترضي الجميع. ونحن ما رح نؤذي حدا بكلامنا إلا الذي يستحق أن يؤذى. يعني ما رح نجيب سيرة أحد يعني معتدل أو إنسان ماشي بالطريق الصح. أكيد رح نجيب الناس المسيئين اللي عم بيسوقوا للوطن، واللي عم بيسوقوا للعرب، واللي عم بيسوقوا لنا شخصيا ان شاء الله. انا الحقيقه من خلال مشاهدتي للستاف اللي هون موجود، ستاف رائع وممكن يطلع معه عمل كبير وجميل ان شاء الله. طبعا لكم التوفيق. الشباب كثير صراحه يعني تعذبوا معي بالموسم الاول، في بعضهم رح يستمر معي في الموسم الثاني، وبعضهم طبعا مشكورين، والبعض الاخر رح يتوقف لاسباب خاصه. بس بتشكرهم أكثر يعني كثير كثير مثل ما بقولوا، لأن هن فعلا تعبوا وقدموا اللي بيستطيعوا عليه، وإن شاء الله رح نبلش بداية جديدة بموسم جديد. الله يقويكم، نتمنى لكم التوفيق ولمزيد من التقدم والتطور. شكرا على الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك ألف عافية. خذ الكرسي مرة ثانية. شكرا كثير استاذ. أهلا وسهلا. الله يسلمك.